الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من مؤشر النيل. النهاردة لليوم الثاني على التوالي البورصة المصرية بتغلق على ارتفاعات جماعية لجميع مؤشراتها. يمكن تابعنا في بداية جلسات الأسبوع كان هناك تباين وكان المؤشر الرئيسي هو من يقود هذا التباين بسبب انخفاضه، ولكن بالأمس واليوم المؤشر الرئيسي للبورصة EGF30 بيرتفع لليوم الثاني، ولكن اليوم بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 13888.51 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.43% لينهي التعاملات عند مستوى 773.53 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر EGX100 أوسع نطاقا بنسبة 1.51% ينهي التعاملات عند مستوى 1723.51 نقطة. الارتفاعات شملت أيضا مؤشر EGX20 محدد الأوزان النسبية بنحو 1.3% ليصل إلى 12711.8 نقطة. نتحول مشاهدينا إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 28.91%. تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 20.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 9.62%، بينما جاء رابعا قطاع الاتصالات بنسبة 8.39%. وعن المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 72.9% من إجمالي التعاملات داخل السوق، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء وحصلوا على نسبة 14.97%، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 12.94% من إجمالي التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 70.22%، أما المؤسسات فقد نالت نحو الشراء وحصلت على نسبة 29.77% من إجمالي التعاملات. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فقد تصدرها سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 20%، تلاه سهم النصر لصناعة المحولات الماكو بنسبة 11.35%، ثم مطاحن وسط وغرب الدلتا بنسبة 9.95%. أما رابعاً فقد حل سهم بنك قناة السويس بنسبة 9.89%. الأسهم الأكثر انخفاضاً تصدرها سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 4.22%، ثم سهم مصر للألومنيوم بنسبة 4%، تلاه سهم القومية للأسمنت بنسبة 3.97%. رابعاً حل سهم الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 3.95%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.6 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 748.25 مليار، وذلك وسط تعاملات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه. مشاهدينا، للمزيد من التحليل والتوضيح حول أداء البورصة اليوم يسعدني أن ينضم إلي في استوديو النيل الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أخونا. أهلا بحضرتك. زي ما تعودنا هنتابع تقرير حول أداء البورصة النهاردة ونرجع مع حضرتك بقى عشان نحلل أداء البورصة اليوم وكيف كانت الأسهم. مشاهدينا، نتابع هذا التقرير ونعاود مع حضراتكم للتحليل. بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي في ختام تداولات جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.7% إلى مستوى 13888.51 نقطة،
وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.43%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.50%، وبلغ رأس المال السوقي في ختام الجلسة نحو 748.59 مليار جنيه، مرتفعا بنسبة 9.68 مليار جنيه. وارتفعت قيمة التداول على الأسهم إلى 1.7 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 764.8 مليون سهم من خلال تنفيذ 40.8 ألف صفقة. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 84.3 مليون جنيه، كما اتجه المستثمرون العرب للشراء أيضا بصافي 13.6 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون للبيع بصافي مبيعات قدرها 97.9 مليون جنيه. ويرجح محللون ماليون أن تسيطر التحركات العرضية على تحركات مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع المقبل في ظل حالة من الترقب في أوساط المتعاملين لمحفزات جديدة بالسوق. اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا، بجد ترحيبي بضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد سعيد. استاذ محمد اهلا بحضرتك. يعني النهارده البورصه اليوم الثاني على التوالي بتغلق على ارتفاع في نهايه جلسات الاسبوع. بالامس كان المؤشر الرئيسي مرتفع ولكن بنسب بسيطه، اليوم مرتفع بنسبه حوالي 1.7%. تعليق حضرتك على اداء السوق اليوم؟ هو النهارده اخر جلسات الاسبوع واخر جلسات الربع، على الربع الثالث ده، فالبورصه طبعا ادائها متميز جدا في خلال التسع شهور اللي فاتوا من السنه. بشكل عام الربع الاخير تميز بانه كان فيه تفوق واضح لمؤشر اي جي اكس 70، ولكن النهارده اي جي اكس 30 بيرتفع لاعلى مستوى ليه بعد مستوى ال 14000 نقطه اللي كان تقريبا وصل قريب منه يعني. فالنهارده ده مستوى قياسي الحقيقه، فده الاتجاه الرئيسي للسوق، اتجاه صاعد، والسوق بس كل حكايه ان هو استعاد قوته واستعاد العزم بتاعه على مدار الأسبوع. السوق بيحقق أحجام تداول واضحة إن هي قوية جدا وفي إقبال قوي. طبعا كان فيه تقرير المراجعة بتاع صندوق النقد الدولي، أيوة، كان إيجابي جدا على الاقتصاد المصري، ويعني لو هنتكلم عنه يعني هسيب التفاصيل بتاعته، لكن كان له تأثير على أداء السوق. على الرغم من إن إحنا دايما كنا لما نسأل على إن هذه التقارير مثل هذه النوعية من التقارير لما بتكون خارجة زي وكالة موديز أو حتى عن تقارير من وكالات عالمية، بنجد دايما ان لا، ان السوق تخطى هذه المرحله انه يعني يدي مؤشرات ايجابيه لهذه التصريحات ويكون بيتخطى، واحيانا السوق بيبقى منخفض في ظل هذه التصريحات. هيك شايف ان فعلا تصريحات صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري والاصلاحات الاقتصاديه وايجابيتها فعلا هو اللي مؤثر في هذه الفتره على اداء السوق؟ هو بشكل عام السوق هو في اتجاه صاعد بغض النظر عن تقرير الصندوق وكده، لكن الحقيقه كان التقرير الصندوق وايجابيته كان عامل حاله من التفاؤل، مش هي السبب في صعود السوق، لكن السوق في اتجاه صاعد بغض النظر عن اي حاجه. الاخبار الايجابيه بس بتزود حدة الصعود أو بتزود العزم الصعود، حالة التفاؤل كانت واضحة بشكل عام تجاه هذا التقرير. كان في برضو تقرير قريب من موديز كان تقرير إيجابي، على الرغم من أن موديز أحجمت عن أن هي تغير تصنيفها الائتماني لمصر، لكن برضو كان تقرير إيجابي. بشكل عام يعني نظرة للاقتصاد المصري بقت أكثر إيجابية، والاقتصاد المصري بقى أكثر ثقة وأكثر قدرة دلوقتي على الاستمرار في برنامج الإصلاح بخطى أكثر ثباتا يعني. يعني اعتقد كمان ان الفتره اللي جايه البورصه هتشهد مزيد من الصعود وبشكل قوي كمان، باستثناء بعض الاسهم البسيطه اللي البورصه خدت اجراءات تجاهها بسبب المضاربات، ويعني خدت اجراءات تجاه بعض الشركات الوساطه وتجاه بعض الاسهم واتجاه بعض المستثمرين كمان بسبب وجود تلاعب او يعني لسه شبهه يعني، طبعا لان في تحقيقات يعني طبعا يعني الناس توقفت عن التداول. طيب دلوقتي لاحظنا في الفتره الاخيره كان المؤشر 70 هو دايما مرتفع على مدى فتره طويله جدا، هل ده مؤشر على ان المستثمرين بداوا يركزوا اكتر نشاطهم ومضارباتهم على الاسهم ذات القيمه البسيطه والمنخفضه، وانعكاسه ده على السوق ايه؟
يعني هو السوق لو بصينا على السوق من وقت قرار التعويم ومر عليه حوالي 10 شهور حتى الآن اقتربنا يعني من 10 شهور، فهنبص نلاقي من العشر شهور دول حوالي 8 شهور مثلا التركيز كله على الأسهم القيادية والشراء بشكل متواصل للأجانب. هو بس الشهرين الأخيرين هو اللي المؤشر السبعيني بدأ يحاول أنه يعوض الفارق الكبير اللي حصل ما بينه وبين المؤشر الثلاثيني، فبدأ يحقق مستويات قياسية وبدأ يحقق ارتفاعات قوية، وأسهمه في الحقيقة بتبقى دايما ضحية للجيمات للمضاربات. فبتبص تلاقي المضاربين بيستهدفوا أسهم المؤشر السبعيني اللي هي لأن هي الأسهم ضعيفة القيمة أو ضعيفة القيمة، فبالتالي بيبقى عندهم برأس مال صغير القدرة على التلاعب في سعر السهم أو تحريكه بهدف تحقيق يعني شكل خادع للمستثمرين، فبالتالي بيقدروا يحققوا منه مكاسب. والحمد لله أن البورصة في ظل تغيير الإدارة بتاعتها سواء مجلس الإدارة أو رئيس البورصة قادرة على أن هي تاخد إجراءات قوية بهذا الشكل. نعم. يعني عادة الإدارة الجديدة بيبقى عندها نوع من التخوف شوية لكنها كويس أن هي خدت إجراءات قوية في مواجهة هذه التلاعبات. طيب يمكن في الفترة الأخيرة المسيطر على الساحة خاصة في موضوع الأطروحات هو عزم الحكومة طرح عدد من الشركات القطاع العام داخل البورصة. يمكن كان هناك اجتماع للمجموعة الوزارية تحدثت في هذا الشأن وتحدثوا عن عدد من الأطروحات، ويمكن أشهر الأطروحات أو اللي شبه مؤكدة أنها تتم في الأول هي طرح شركة إنبي. هيك شايف جدوى هذه الأطروحات وكيف ستنعكس على السوق؟ احنا طبعا عارفين ان ده هيكون ليه انتعاش، ولكن هناك خبرات يمكن سيئة شوية في الأطروحات الحكومية ما عملتش المكاسب المرجوة، فهيك شايف التوقيت في الطرح، نوع الشركة اللي يتم طرحها، كلها كل العملية الطرح دي تقييمك حضرتك ليها ايه؟ عملية الطرح بشكل عام هي يعني واحدة من الخطوات المهمة الإيجابية جدا على هذه الشركات، فهي واحدة من الإجراءات اللي كانت اتكلم عنها الدكتور أشرف الشرقاوي أول ما تولى الوزارة. هو قال إحنا هنحاول نعيد الهيكلة من خلال عدد من الإجراءات، هو الحقيقة ما خدش ولا إجراء منهم، لكن أطروحات البورصة ماشية في طريقها. صحيح إنها متأخرة قوي، يعني أول وعود سمعناها من الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي عن طرح بنك القاهرة، وهو برضو من الأطروحات المؤكدة، كان خطوة تالية يعني تقريبا الاثنين هيكونوا قريبين جدا مع بعض في الوقت، اتوقع ان هو يكون في الربع الاول من 2018. كانت الوعود بان الحاجات دي تتم قبل هذه المواعيد باكثر من سنه، ففي تاخير شديد وده يعني مش من مصلحه هذه الاطروحات. كان في كلام من الدكتور اشرف شرقاوي في الاول ان احنا هنحاول ان احنا نستفيد بالاصول غير المستغله المملوكه لهذه الشركات بهدف طبعا اعاده هيكله الشركه، يعني تنفيذ خططها التوسعيه، سداد المديونيات اللي على الشركات. برضو في شركات رابحة زي بنك القاهرة طبعا تحول أول مرة كان يبدأ يبقى في حديث عن طرحه للبيع كان في سنة 2008، والحقيقة الطرح لم يفلح يعني أو ما تلقاش عروض مرضية في وقتها فتم صرف النظر عنه. لكن دلوقتي بنك القاهرة في وضع مختلف تماما عن اللي كان عليه في سنة 2008، والبنك بيحقق أرباح طبعا، هو تلقى مساندات كتيرة خلال هذه الفترة، فالبنك دلوقتي بقى من الشركات الرابحة والشركات ذات الأداء المالي الواثق والمتميز، وبالتالي هتجد جذب من طبعاً. وإنبي كمان من الشركات اللي هي ذات أداء مالي متميز، وطرح السهمين دول في البداية يعتبر أفضل ترويج لبرنامج الاطروحات الحكومية، وبيضمن نجاح الطرحين، يعني يضمن نجاح لبرنامج الاطروحات بشكل عام. احنا بنؤيد برنامج الاطروحات في تأثيره على الشركات المستهدفة، والشركات المستهدفة عدد كبير ومتوزع على كل القطاعات، ويعني برضو اختيار جيد ان هو يتم الطرحين دول في البداية. دي هتكون اول شركة بترول تدخل في لا في طبعا في أموك وفي سيدي كرير، دي شركات برضو في نفس القطاع، لكن الطروحات الحكومية بشكل عام غايبة عن البورصة من سنة 2005، وهي حتى لو حضرتك شايفة ان هي يعني ليها سمعة سلبية قبل كده، لكنها افضل بكتير من الطروحات الاخرى. يعني الطروحات الاخرى شاهدت تدليس
شديد على المستثمرين في تقييم القيمة العادلة بتاعتها. أيوة، ده كنت هسأل حضرتك في موضوع تقييم التقييم العادل للسهم، ولا هو يعني يقلل من قيمته، ولا برضو يكون في تقييم أعلى من قيمته العادلة أو الحقيقية؟ هو بيكون فيه تقرير بالقيمة العادلة من أحد بيوت المال المعتمدة من هيئة الرقابة المالية، وبعد كده بيتم طرحه بسعر تشجيعي أقل شوية من القيمة العادلة عشان الاكتتاب يلقى رواج. فالطروحات الحكومية كان ليها سمعة جيدة أفضل بكتير من باقي الطروحات. لو بصيتي حضرتك عن آخر طرح حكومي، كل الطروحات اللي حصلت بعديه كانت طروحات يعني حتى الآن المكتتبين فيها بيعانوا من فشل الطروحات دي، أو أن الأسهم بتتداول بسعر أقل بكتير جدا من السعر اللي هم اشتروا بيه من 10 سنين ومن 7 سنين، وحتى الآن مش قادر يحصل على القيمة اللي هو دفعها في وقتها. وكان طبعا آخر طرح حكومي وكان أشهر طرح في البورصة خلال السنوات الأخيرة هو المصرية للاتصالات، اللي تم طرحه ب 14 جنيه 80 سنة 2005. 14 جنيه 80 دي وقتها كانت تساوي 2.8 دولار. هو النهاردة وصل النهاردة هو أحسن شوية، لأن النهاردة بالذات وإحنا قاعدين دلوقتي بيتم الإعلان عن أول مرة تشغيل الجيل الرابع للمحمول في مصر، والمصرية للاتصالات حصلت على رخصة رابعة من كام يوم، لكنه من لو وصلنا عليه من 3 شهور هو كان بستة جنيه، يعني أقل من نص دولار. فهو دلوقتي طلع وبقى كان بعشرة جنيه، فكان هو كان بستة جنيه دي من حوالي سنة تقريبا. فدلوقتي هو أقل من دولار في جميع الأحوال، هو بحوالي 13 جنيه، يعني حوالي يعني اللي كان اشترى من وقتها خسران نص، خسران كتير، يعني هو حتى خسران بالجنيه وخسران كتير بالدولار. فيعني الطروحات إن شاء الله الطروحات اللي جاية هتكون أفضل حالا، يعني نتوقع ذلك يعني. لكن البورصة النهاردة مناسبة جدا وقادرة على استيعاب هذه الطروحات، بس التأخير اللي بيحصل ده ممكن يفقد البورصة، ممكن يفقد هذه الطروحات فرصتها في أنها تدخل في بورصة بأحجام تداول جيدة وبورصة في اتجاه صاعد. لو يعني فاتت هذه الفرصة وطرحت الأسهم في اتجاه ما هوش صاعد عرضي أو هابط، طبعا الطروحات بتبقى مهددة بالفشل، أو في أحجام تداول ضعيفة برضو مش هتبقى قادرة على استيعاب الطروحات. فنتمنى ان ما يكونش في تباطؤ اكتر. طبعا على الرغم ان البعض تحدث ان هناك البعض المستثمرين دلوقتي بيتم بيبيع اسهم او عدد من الاسهم او بيعيد جدولة محفظته عشان يعمل حساب ان في اطروحات حكومية داخلة فيقدر يشتري اسهم فيها او يشارك او يضخ اموال كتيرة فيها. يعني طبعا السيناريو ده بيحصل، ولكن الوقت ما زال مبكرا جدا على اتخاذ هذه الإجراءات. يعني أصلا إحنا مش عارفين هيتم الطروحات إمتى. كان الميعاد الأول لإم بي كان في شهر 9، ودي شهر 9 خلص، وإحنا لسه ما عندناش ميعاد واضح للطرح. الطرح دلوقتي ميعاده في الربع الأول، فصعب جدا إن حد ياخد قرار بإعادة هيكلة محفظته استعدادا للطرح. يعني الكلام ده بيتم مثلا في الشهر الاخير قبل الطرح على طول، قبل ميعاد الطرح. طيب نعم. طب احنا دايما بنتحدث لما يكون في اجتماع للجنه السياسات النقديه للبنك المركزي بنكون نتحدث عن الفايده، ودايما موضوع الفايده ده هو المؤثر المباشر على اداء البورصه. طبعا حضرتك توقعاتك النهارده بتجتمع يمكن في الساعه اللي حضرتك احنا بنتكلم فيها دلوقتي، المفروض اللجنه مجتمعه. توقعاتك هل يتم تثبيت الفايده ولا تخفيضها ولا كمان زيادتها؟ هو طبعا احنا البنك المركزي عودنا في السنه الاخيره، والاستاذ طارق عامر يعني من ساعه ما تولى البنك المركزي وهو بيعودنا على المفاجآت اللي هي مش متوقعه باي شكل من الاشكال. يعني كل الخيارات بتبقى موجوده، اقل الاختيارات احتمالا هو اللي بيطلع، لكن المره دي ما اعتقدش ان هو عنده الفرصه انه يختار الاهداف. المره دي فاجئنا بالعكس، يعني كلنا متوقعين زياده، يمكن المره دي يخفض. لا هو مش متوقع خالص زياده، متوقع طبعا ومؤكد بنسبه 100% ان يحصل خفض للفايده. الفرق بس في الخفض هيبقى ميعاده امتى. الخفض هيحصل الاجتماع ده ولا الاجتماع الجاي؟ لان طبعا مستويات الفايده اللي مصر فيها دلوقتي مستويات مرتفعه جدا قياسيه، مضره جدا بمناخ الاستثمار في مصر. كانت مفيده جدا في مواجهه طبعا معدلات التضخم كما اعلن كتير، لا طبعا كانت مفيده في محاوله حمايه سوق الصرف في دوله لسه لاول مره بتعرض عملتها بعد سنوات طويله من الحمايه بتعرضها للسوق الحر. فكان معدل الفايده المرتفع مهم في الوقت ده، لكن دلوقتي بعد استقرار سوق الصرف لفتره طويله
اعتقد ان الخفض بقى مؤكد 100%، لكن اتوقع ان هو مش في الاجتماع ده، يمكن في الاجتماع القادم يكون الخفض. والنهارده التوقعات الاكثر هي للتثبيت، تثبيت الفايده عند المستويات المره دي، وخفض ان شاء الله المره الجايه. احنا طبعا بنطالب بالخفض لان مستويات الفايده المرتفعه اثرت فعلا، بتأثر طبعا بسلبا على البورصة، وبتأثر على مناخ الاستثمار. احنا عايزين المستثمرين يفتحوا مصانع ويفتحوا شركات. طبعا معدلات الفايدة دي بتشجع على الادخار اكتر من الاستثمار، بتشجع على الادخار اكتر من الاستثمار، وبتخلي الاستثمار ارتفاع تكلفة التمويل فيه الإقراض يعني عشان القروض. فيعني احنا بنشجع طبعا فايدة منخفضة، لكن في الوقت المناسب اللي يراه البنك المركزي. وانا اتوقع ان شاء الله ان قبل نهاية العام، احنا فاضل اجتماعين تانيين غير النهاردة، اتوقع انه لابد هيحصل خفض في احدهما، في يعني بنسبة لا تقل عن 2%. ان شاء الله، يعني هي كانت تطلع الواحدة في 2% في كده نزول هبوطي و 2%. يعني اتوقع كمان يحصل خفض في 2018، لكن احنا بنتكلم عن 3 اجتماعات، واحد منهم تقريبا بيخلص دلوقتي، فالتوقعات الاكثر فيه تثبيت، والتانيين ان شاء الله واحد فيهم هيكون فيه خفض على الاقل ان شاء الله. طب في ظل بقى حضرتك الحاجات هيك كلها قلتها لنا النهارده في الحلقه دي، احنا في نهايه الشهر وايضا في نهايه الاسبوع، والبورصه الحمد لله اغلقت على مستويات كويسه جدا، حضرتك توقعاتك بقى لبدايه الشهر الجديد والجلسات الجديده يوم الاحد ان شاء الله؟ يعني اتوقع ان شاء الله ان الربع الاخير اللي يبدا يوم الاحد ان شاء الله يكون ربع ايجابي، ونشهد مزيد من المستويات القياسيه للمؤشرات البورصه. يعني المؤشر الرئيسي يحقق مستوى تاريخي غير مسبوق، نستهدف بقى كم 14800 على المدى المتوسط خلال الربع ده. مؤشر اي جي اكس 70 يعني طبعا صعب جدا ان احنا نتوقع انه يحقق مستوى تاريخي، لكن نتوقع ان هو يعاود الصعود لمستويات قياسيه منذ 2011 25 يناير، فهو بيستهدف 780 نقطه على المدى القصير. ان شاء الله بنتمنى طبعا التوفيق للبورصه، وان شاء الله برضو تيجي لنا اخبار كويسه على موضوع تثبيت سعر الفايده. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد سعيد خبير اسواق المال على هذا التحليل. مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم، باذن الله الاسبوع القادم حلقه جديده وفريق عمل جديد. بشكر لحضراتكم حسن المتابعه والى اللقاء.